السلام عليكم شباب secondary 2 scientific section. النهاردة يا جماعة عايزين نحل مع بعض كده النموذج الاسترشادي اللي نزل على الداينامكس مع بعض كده على جزء الابلكيشنز. هناخد سؤال سؤال. اول question بيقول يا جماعة a body moves 80 meters in the north direction زي ما مرسوم كده, then it moved 60 meters in the east direction, then the ratio between the cover distance and the magnitude of its displacement. طبعا يا شباب ال distance بنجمع كل الحركات بتاعتنا 80 plus 60 هتديني 140 meters, اما الديسبيسمنت بنقول الشورتست ديستانس اللي هي بتوين الستارتنج بوينت والاندنج بوينت, يعني الجزء اللي عامل كده. طبعا ده هايبوتنس يبقى بيتحسب سكوير روت 80 سكويرد بلس 60 سكويرد ايكوالز 100. هو عايز الريشيو ما بين الديستانس للديسبيسمنت يبقى 140 اوفر 100. لما حضرتك هتعملها على الكالكليتور هتطلع لك 7 اوفر 5, يبقى الانسر دي 725. question 2 بيقول لي a body moves in a straight line from rest, يبقى البينود بزيرو, with a constant acceleration and its velocity after t seconds is v meter per second, then the displacement in the last 2 seconds is not. طب عايزين نركز مع بعض في الكويستشن ده يا جماعه. انا بدات حركه من هنا لغايه ما وصلت النهايه. انا وصلت هنا كانت الفيلوستي بتاعتي في, طبعا الفي نود قلنا بزيرو. قال لي في النهايه الفيلوستي كانت في والتايم كان تي. هو عايز الديسبيسمنت ان ذا لاست 2 سكندز, يعني اخر ثانيتين. طب بالراحه كده مع بعض نفكر. هو لو اخر ثانية اسمها تي, اللي قبلها تي ماينس 1 يبقى اللي قبلها تي ماينس 2. حلو جدا. انا عشان اجيب الديسبيسمنت افتكروا كده حاجة قديمة, لو احنا مثلا كنا بنقول عايزين الديسبيسمنت ان ذا فيفث سكند اللي هي من 4 ل 5, كنا بنحسب اس 5 واس 4 نعملهم ماينس بعض, فهيبقى لي الجزء اللي هو مشي في الفور في الفيفث سكند. طب هو هنا عايز يعرف مشي قد ايه في اللاست 2 سكندز. يبقى انا بمنتهى البساطه هحسب اس تي, يعني الديسبيسمنت من زيرو لغايه تايم تي, وهحسب اس ها تي ماينس 2 يا شباب, الديسبيسمنت من زيرو لحد تي ماينس 2, وهعمل اس تي كلها ماينس اس تي ماينس 2, هيتبقى لي الجزء اللي انا عايزه بس اللي هو في اللاست 2 سكندز. طب القانون بيقول ايه؟ قانون الاس في نود تي بلس هاف اي تي سكويرد. في نود بزيرو, زيرو في اي حاجه بزيرو, بلس هاف. هو قال لي كونستنت اكسلريشن هكتبها ايه؟ تي سكويرد, هو هنا اسمها تي اصلا فتبقى تي سكويرد زي ما هي. طب الثانيه في نود تي برضه الفي نود بزيرو فبقت زيرو عشان انا واخد التايم انترفال اهي, بلس هاف برضو الاي اهي, تي سكويرد التي هنا اسمها تي ماينس 2 يبقى نحط عليها سكويرد. انا بعوض يا جماعه في الرول اللي بتقول اس ايكوال في نود تي بلس هاف اي تي سكويرد, هو في الثانيه سمى التي تي ماينس 2 فشلت التي وحطيت تي ماينس 2. طبعا الزيرو دي والزيرو دي مالهمش لازمه. تعالوا بس نوزع البراكت ده عشان الدنيا تبقى بسيطه معايا. هقول هاف اي, طبعا البراكت باور 2 الاول في نفسه الثاني في نفسه كده كده بالبوزيتيف, الاول تايم الثاني ادي نيجاتيف 2 تايم 2 بنيجاتيف 4 تي, وزع الهاف اي عليهم, هاف اي تايم تي سكويرد بقى اسمها هاف اي تي سكويرد, هاف اي تايم نيجاتيف 4 تي, هاف تايم نيجاتيف 4 بنيجاتيف 2, اي تايم تي ب اي تي, هاف اي تايم 4 ببوزيتيف 2 اي. اللي انا طلعته ده كان اس تي ماينس 2. انا المفروض اتفقت معاكم هنعمل ايه؟ هنعمل اس تي ماينس اس تي ماينس 2. اس تي اسمها هاف هاف اي تي سكويرد ماينس اس تي ماينس 2, الجزء ده كله اللي انا جبته. طب يلا كده نوزع الماينس على كله, هاف اي تي سكويرد ماينس هاف اي تي سكويرد راح, دخل النيجاتيف على الاثنين اللي فاضلين هيتبقى لك بوزيتيف 280 ماينس 2a. طب ما انا ممكن اخد ال 2a مستر كومن فاكتور,
اتبقى من هنا تي ومن هنا ولا حاجة يعني 1. لما بصينا في التشويسز لقيناه مش كاتبها كده، هو كاتبها بلغة البي. طب مش الاكسلريشن يا جماعة هي في اوفر تي، فهتبقى 2. هشيل الاي واحط في اوفر تي في تي ماينس 1، يبقى الانسر الصح بتاعتي تشويس سي. اللي مش عارف ازاي الاكسلريشن هي في اوفر تي، اللي مش عارفها من الفيزكس، مش احنا عندنا رول بيقول في ايكوال في نود بلس اي تي؟ طب ده بزيرو. لو عايز الاكسلريشن مشي التي هناك، فهتبقى الاي ايكوال في اوفر تي. طبعا احنا ممكن نحلها بطريقه ثانيه، طريقه الميد بوينت بالافريج فيلوسيتي، بس خلينا في حته اس تي ماينس اس تي ماينس 2 افضل شويه. Question 28. From a fixed point, a man moved 240 meters in the east direction. مشي ناحية الايست 240 meters، يبقى هو واقف هنا. In 2 minutes. Then he moved in the direction of the of west. مشي بقى راجع العكس. With uniform velocity of magnitude 8 meters per second for 30 seconds. طب كده مشي قد ايه؟ نعمل 8 باي 30، هتطلع لي 240 meters برضو بس in the west direction. طب ما هو كده يا جماعة اتحرك ناحية الايست 240 ورجع ناحية الويست برضو 240. طب ما كده رجع مكانه تاني، يبقى the magnitude of his average velocity. هو المفروض الافريج فيلوسيتي بتبقى ايه يا شباب؟ مين فاكر؟ تعالوا كده نقولها مع بعض. الافريج فيلوسيتي المفروض بنقول توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. طب ما هي كده التوتال ديسبيسمنت اصلا بزيرو، زيرو اوفر ايا كان بقى التايم ايه؟ هتطلع يا مستر الاجابه زيرو. طبعا هو التايم هنا كان 2 minutes و 30 seconds، يعني هاف مينت، يعني 2.5 minutes، او اللي عايز يحسبها بالسكندز هتبقى 150 seconds. بس عامة مش فارقة عشان زيرو ديفايد أي حاجة هتطلع زيرو. Question 29. A particle moves with velocity اداني ال velocity vector 3i minus 2j from the point A 107. يعني هو بدأ الحركة مش من الأوريجن، مش من الزيرو، بدأها وهو أصلا واقف في حتة اسمها 107 to the point B in 2 seconds. What are the coordinates of the point B؟ هو عايز يعرف وصل عند البي اللي هي كام وكام. طب بالراحه كده، احنا عامه يا جماعه عشان نجيب الديسبيسمنت او الديستنس اللي مشيها مش بتبقى سبيد تايم تايم دي تي في، عشان نجيب الديستنس بعمل فيلوسيتي تايم تايم. طب ادي الفيلوسيتي تايم التايم اللي هو 2 سكندز، فيطلع هعمل ده باي 2، هيطلع 3 باي 2 ب 6 اي ماينس 2 باي 2 ب 4 جي. دي كده الديستنس او الديسبيسمنت، الديستنس اللي مشيها. طب هل هو اصلا واقف عند 0 و0؟ لا، هو واقف عند ال1 وال7. طب ما هي كده الاي اللي هو الاكس زادت 6، الواي نقصت 4. طب لما ال1 تزيد 6 تبقى 7، طب ال7 لما تنقص 4 تبقى 3. عشان كده الانسر بتاعتنا هي تشويس A 7 و3. طب question 30. The given figure represents the relation between the velocity with time for a body moving in a straight line for 5 seconds. Then the displacement covered in this time interval is نقط. هو هنا يا جماعة عايز ايه؟ عايزني اجيب له الاس بكام؟ ففي ناس هتحسبها بكذا طريقة. أول طريقة يقول لي يا مستر أنا عندي كده الـ V نود equal 10، يعني الـ V عند البداية أهو equal 10. والفي فاينل ايكوال 20 والتايم ايكوال 5، وانت عايز الديسبيسمنت يا مستر، يبقى القانون السحر بتاع في بلس في نود اوفر 2 تايم تي، لو افريج فيلوسيتي تايم تايم، هعمل 20 بلس 10 اوفر 2 تايم التايم اللي هو 5 سكندز، هتطلع لحضرتك الانسر 75 meters اللي هي تشويس سي. في ناس اللي مش هيفتكروا القانون ده هيفتكروا من الفيزيكس اولى ثانوي تقريبا، كانوا بيقولوا لكم دايما لو عندك فيلوسيتي تايم جراف وعايز تطلع الديسبيسمنت بتبقى الاريا اندر جراف، يعني الاريا بتاعت الفيجر اللي اندر جراف
هي دي الديسبيسمنت او الديستانس بتاعتك. فالشكل ده ترابيزيان، رول الاريا اوف ترابيزيان كان بيس 1 بلس بيس 2 اللي هم الاثنين البارلل لبعض اوفر 2 تايم الهايت اللي بيوصل ما بينهم. فانت هتقول لي بيس 1 ب 10 بيس 2 ب 20 اللي هم الاثنين البارلل يا جماعه مش الاثنين المايلين اوفر 2 تايم الهايت اللي هو بيوصل ما بينهم، هنا ترابيزيوم كانه نايم يعني اللي هو 5، هتطلع نفس الارقام بالظبط. في ناس ثالثه بقى مش فاكره قانون اريه الترابيزيوم بيقفلوا الرسمه دي ريكتانجل وتراينجل ويحسبوا اريه ده واريه ده ويعملوا لهم بلس، كل ده في الاخر هو هو يطلع لك 75 مترز. Question 31. A body moved in a straight line with a uniform velocity to cover a distance 90 st kilometers during a time of 3t minutes. هو عايز ال uniform velocity in meter per second. طيب ادي عندنا ال dtv بتاعتنا. هو عايز ال uniform velocity يبقى distance over time. طب ال distance 90 st. ال time 3t. لكن يا مستر الديستانس بالكيلومتر هو عايزها متر، يبقى اعمل ملتبلاي 1000 اللي هي 10 باور 3. التايم يا مستر بالمينتس هو عايزها سكند، يبقى اعملها تايم 60. حضرتك طبعا هتكنسل التي مع التي، هتحسب 90 ملتبلاي 1000 اوفر 3 ملتبلاي باي 60 هتطلع لك 500 وتنزل الاس دي، يبقى الاجابه 500 اس اللي هي دي. Question 32. ركز فيه بقى كويس. Two cars A and B, each of length 5 meters and moving with uniform velocities 54 km per hour, يعني velocity A 54 km per hour. Velocity of car B 36 km per hour. Respectively يعني بالترتيب، ان الاولانيه بتاعت ال A والثانيه بتاعت ال B. At a moment في لحظة معينة car A was exactly behind car B، يعني car A كانت بالظبط كده ورا car B، يعني خلاص يعتبر هما الاثنين هيخبطوا في بعض. Then the actual distance، وطبعا كل واحدة اللينث بتاعها 5 meters ودي كمان 5 meters. Then the actual distance that car A covered to overtake car B exactly is known. اولا اوفرتيك اكزاكتلي يعني هتبقى قصادها بالظبط، تبقى هنا. طب ففي ناس شاطره هيقولوا لي يا مستر طب ما كده السواق ده علشان يعدي كار بي يبقى عندها اقصد بالظبط، ويعدي كمان كار بي كلها، هيمشي يا مستر ال 5 مترز بتاعت بي وال 5 مترز بتاعت الايه، فكده يمشي 10 مترز. هقول لك كلامك كويس، بس خلي بالك العربيتين دول مش ات ريست، يعني العربيه دي مش واقفه في مكانها، هي كمان بتتحرك. فاول حاجه هنعملها ما دام عندنا حاجتين وبنتكلم على فيلوستي يبقى هي ريلاتيف فيلوستي. اولا هو هنا مديني اللينكس بالمترز والفيلوستي بالكيلومتر بير اور، احول الاول هعمل طبعا من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند اعمل باي 5 اوفر 18، دي هتطلع لك 15 متر بير سكند، يعني في الثانيه الواحده بتمشي 15 متر. الثانية برضو باي 5 اوفر 18 هتطلع لك 10 مترز بير سكند. طيب انا عايز اشوف كار ايه هتتحرك قد ايه، يبقى هجيب في اي بي سرعة كار ايه بالنسبة لكار بي، سيم دايركشن يبقى ماينس في اي ماينس في بي، هتعمل 15 ماينس 10 هيطلع لك 5 متر بير سكند. انت كده جبت ريلاتيف فيلوستي. طب من الماجيك ترانجل بتاع الدي تي في في الحالات دي بنتعامل ان الفيلوستي دي كانها ريلاتيف فيلوستي، انا عايز اطلع التايم اللي هتمشيه. طب التايم المفروض ان هو ديستانس على فيلوستي، يبقى التايم ايكوال بالمنظر بتاعنا هنا الديستانس كان 10 مترز على الريلاتيف فيلوستي، مش الفيلوستي الحقيقيه عشان قلنا دي مش ثابته، على الريلاتيف فيلوستي اللي طلعت اللي هي 5 طلعت ايكوال تو 2 ايه يا جماعه 2 سكندز، يبقى كار A محتاجة ثانيتين عشان تعدي كار B. طب هو بقى بيسأل هتمشي قد إيه، مش محتاجة وقت قد إيه. طب ما هي يا مستر هتمشي ثانيتين وهي سرعتها أصلا 15 متر بير سكند، في الثانية الواحدة بتمشي 15، يبقى 15 باي 2 اللي هي سبيد تايم تايم يطلع الديستانس طلعت 30
meters يبقى هي الإجابة عندي choice B إن كار إيه محتاجة تمشي 30 متر بالسرعة بتاعتها دي عشان تعدي كار B بالسرعة برضو بتاعتها دي. Question 33. A car moves with uniform velocity 25 meter per second. The driver noticed that, خلي بالكوا بقى, there is a fallen tree blocking the road 65 meters ahead. يعني هو ماشي بسرعة 25 meter per second. لاحظ ان على بعد 65 meters في شجرة وقع. على بعد يا مستر 65 meters منه. He applied the brakes, that's for Roman, that gives the car a deceleration 5 meter per second squared to avoid hitting the tree, عشان ما يخبطش الشجرة. Then the car حصل لها ايه من الاربعة دول؟ Immediately stopped before the tree بالظبط. Stopped 2.5 meters apart from the tree. Hits the tree with velocity 3 meter per second. Hits the tree with velocity 5 meter per second. طيب بصوا يا شبابنا بقى. أنا مبدئيا الراجل ده عمال يدوس ديسيليريشن يعني لغاية ما يقف. حتى لو خبط هو هيقف. فيبقى عندي الـ V final equal 0 والـ V node equal 25 اللي هو مديها لي. والديستانس بتاعتي 65 ده دي اللي لغاية الشجرة، أنا ما عرفتش هو وقف فين؟ هل وقف قبل الشجرة ولا بعدها ولا خبط ولا إيه بالظبط؟ ومديني ديسيليريشن يعني الاكسلريشن بالنيجاتيف 5 متر بير سكند سكوير. حضرتك كده عندك في، عندك في نود، عندك ايه؟ تقدر تجيب لي الاس. طبعا خلي بالك انا معيش تايم فمش هستخدم قانون اس ايكوال في نود تي بلس هاف اي تي سكوير، ما عنديش تايم. هقول في سكوير ايكوال في نود سكوير بلس 2 اي اس. الرول الوحيده اللي ما فيهاش تايم. في سكوير انا قلت بزيرو عشان هقف في الاخر سواء خبطت او ما خبطتش. لو طلع يا جماعه الاس اكتر من 65 يبقى هو خبط الشجره، هشوف بقى خبطها بسرعه كام. لو طلعت اقل يبقى ما خبطهاش. البي نود سكوير ب 225 سكوير يعني 625. 2 تايم الاي بنيجاتيف 5 يعني نيجاتيف 10 اس. طبعا هنمشي دي بالنيجاتيف. ايكوال نيجاتيف 10 اس. النيجاتيف راحت مع النيجاتيف، مشي ال 10 بالديفايدد يبقى الاس ايكوال 62.5 مترز. يعني العربيه دي وصلت سرعتها زيرو، يعني وقفت بعد ما مشيت مسافه 62.5. طب ما كده يا جماعه ما وصلتش لسه للشجره، عشان الشجره كانت على بعد 65. يبقى هو كده وقف قبل ما يوصل للشجره بمسافه 2.5 مترز، يعني تشويس بي ستوبد 2.5 مترز ابارت from the tree، وقف قبلها بمسافة 2.5 متر. طب question 34. A particle moves in a straight line from rest with a uniform acceleration. أهو from rest يعني ال v بزير، v نود بزير، وال acceleration uniform. It covered a distance x meters during the first 10 seconds. أول 10 ثواني مشي مسافة اسمها x. And covered a distance of y meters. ماشي بقى مسافة y during the next 10 seconds. طب يا جماعة خلي بالك. الراجل ما قالش constant، قال لي uniform acceleration. ما قالش constant speed مثلا أو uniform speed. Uniform acceleration يعني في تسارع وسرعتي بتزيد بس بمعدل ثابت. يبقى أكيد أول 10 ثواني سرعتي مش قد تاني 10 ثواني. أكيد تاني 10 ثواني أكتر. فهقطع مسافة أكبر من بتاعة أول 10 ثواني اللي هي الواي في الـ 10 سكندز التانيين. هو بقى بيقول لي الواي قد إيه من الإكس؟ هل الواي قدها؟ طبعًا غلط، هو أكيد الواي مش قدها. بس هل الواي قدها مرتين ولا ثلاث مرات ولا أربع مرات؟ تعالوا كده نشوف. أنا عايز أحسب الإكس بكام والواي بكام وأشتغل. هتقول لي يا مستر ما أنا ما عنديش أكسلريشن. أقول لك يا عم عادي طلعها بالاكسلريشن وما فيهاش أي مشكلة. مثلا لو طلعنا دي 1A وطلعنا دي 2A هتبقى الواي قد الإكس مرتين فعلا. طب إزاي بقى؟ أنت عندك الرولز بتاعتنا. الرول اللي بتقول في سكوير إيكوال في نود سكوير بلس 2AS. مش هعرف يا مستر ما أنا ما عنديش الفي. طب إس إيكوال
V node T plus half AT squared. تعالوا كده نجرب. ال S في أول واحدة اسمها X equal V node T خلاص بزيرو half AT squared أدي half. ال A مش عارف ال T squared يعني 10 squared اللي هي 100 half by 100 تطلع 58. يبقى أنا طلعت إن ال X دي اسمها 58. طيب خلي بالك بقى لما هتاخد الواي ما تاخدش من اول هنا عشان انت ما عندكش الفي هنا، خد التايم انترفال كلها فساعتها الاس بقى اسمها اكس بلس واي التايم انترفال كلها ايكوال في نوت تي برضه الفي نوت بزيرو راحت بلس هاف الاي ما اعرفهاش التي ساعتها 10 بلس 10 ب 20 باور 2 يعني 400. لما تعمل هاف باي 400 هتطلع 200 ايه ده الاكس بلس الواي. طب مش انت يا باشا لسه مطلع الاكس 50 ايه؟ ماشي ال 50 ايه هناك بالماينس بقت الواي ايكوال 200 ايه ماينس 50 ايه ب 150 ايه. انا كده طلعت ان الاكس ب 50 الواي ب 150. هي مش كده الواي قد الاكس ثلاث مرات؟ لو انت مش عارف خالص حتى منتال هتعملهم ديفايد الكبير ديفايد الصغير. الاي راحت مع الاي 150 ديفايد 50 على الكالكيوليتر وتطلع 3 لكنها 3 اوفر 1 يبقى الواي قد الاكس 3 تايمز يعني واي ايكوال 3 اكس تشويس سي. طيب اخر يا جماعه كويستشن عندنا في النموذج الاسترشاد. A particle moves in a straight line with a uniform acceleration. It covered 20 meters during the 4th second and 28 meters during the 6th second. What's the cover distance during the 5th second? بصوا بقى في ناس يقولوا لي ايه؟ يقولوا لي مستر يونيفورم اكسلريشن التسارع ثابت ممكن نعملها اريثماتيك سيكونس. يعني هو في الثانيه الرابعه مشي 20 في الثانيه الخامسه مش عارف في الثانيه السادسه مشي 28. فيا مستر عشان نجيبها كده اريثماتيك سيكونس ما دام كونستانت ريت معدل او كونستانت ديفرنس يبقى ده المين يا مستر اريثماتيك مين اعمل 20 بلس 28 اوفر 2 يطلع لي 24. هقول لك ماشي بس خلينا في الطريقه الثانيه اضمن على طول. الطريقه الثانيه بتقول لك ايه؟ هو بيقول في الفورث سكند. خلي بالك احنا كنا قايلين فورث سكند يعني من 3 ل 4 اعتبرنا خلي بالكوا بقى بنقول ايه ساعتها؟ بنعتبر الفي فاينل هي الافريج فيلوستي باعتبار ان التايم هو الميد بوينت. طب مبدئيا هي مين الافريج فيلوستي في الدي تي في؟ الافريج فيلوستي اعتبرنا دي بنشتغل بيها افريج فيلوستي هنا ديستانس على تايم. هو الديستانس 20 مترز خلال ثانيه واحده ما هي فورث سكند هي ثانيه واحده 20 اوفر 1 طلع ب 20 يبقى الافريج فيلوستي ب 20 هعتبرها هي الفي فاينل وهعوض في القانون في نود في ايكوال في نود بلس اي تي كده الفي فاينل ب 20 ايكوال الفي نود ما اعرفهاش بلس اي تي. قلنا تقدر تحط الافريج فيلوستي هي الفي فاينل بشرط تحط التايم هو الميد بوينت اوف ذيس انترفال. الميد بوينت ما بين 3 وال 4 3.5 ونزل الاي. طب الثانيه قال لك 28 مترز في 6th سكند 6th يعني من 5 ل 6 مشي 28 مترز برضه افريج فيلوستي distance over time 28 over 1 ما هي ثانية واحدة ب 28 دي الافريج فيلوستي هعتبرها هي هي ال V final اهو 28 equal V node بس بشرط تحط لي التايم هي برضه الميد بوينت اوف ذيس انترفال اللي هي 5.5. حضرتك كده هتحل اوميتنج هتشتغل هتعمل ماينس الفي نود هتروح مع الفي نود هيطلع طبعا هعمل اللي تحت ماينس اللي فوق احسن 8 equal 2a من هيبقى ال a equal 8 divided to 4 meter per second square. عوض في اي واحده هتطلع ان ال v node equal 6 عوض في الاولى او الثانيه. هو عايز ال cover the distance during the 5th second. طب مش 5th يعني من 4 ل 5 احنا قلنا عشان اجيب ال distance المفروض اعمل speed time time ال time هنا 1 second. طب الفي اعتبرنا الافريج فيلوستي هي الفي بتاعتنا فهجيب له الفي الاول ايكوال في نود طالعه ب 6 بلس
الاكسلريشن بفور تايم. التايم اتفقنا عشان نعتبر الافريج فيلوسيتي هي البي فاينل نحط التايم الميد بوينت بتاع الانترفال اللي انا شغال فيه 4.5 طلعت 24. ارجع بقى للماجيك تراينجل كده الافريج فيلوسيتي 24 والتايم هي 1 سكند من 4 ل 5 يبقى هعمل 24 تايم 1 تطلع 24 مترز برضو اللي هي تشويس بي. ده يا شباب اجابه النموذج الاسترشادي بتاع الداينامكس اللي هو الابلكيشنز بالنسبه لشباب علمي. عايزك تحل بقى المودلز والمحافظات وتحل حاجات كتير جدا، والحاجه اللي تقف معاك ابعتها لي نعملها مع بعض. السلام عليكم.